السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عليكم عمي مختار، واش راك لاباس؟ الحمد لله. عمي مختار من فضلك عندي واحد المشكل، انجيكسيو اكونترولي كما راك تشوف لهنا. عمي مختار هذه السيارة عندها عامين وهي عندي، جامي دارت لي هذا المشكل. هذه سيارة كونغو انسانك دي سي. عمي مختار مع العلم البارح كان عندي مشكل تاع تسرب بالمياه من الديريت تاع وين يركب الروفر وادي سير مبرد الزيت. بعد ما فحصتها ديتها المختص بدل لي، شريت له روفر وادي سير والديريت بدلتهم، شريت روفر وادي سير والديريت بدلت هادو. كي كان باش يبلاصيهم عندي واحد تيو تاع المازوت يركب من لا بومب وين تجي لا رومب هذيك، نحاه باش ينحي هذيك الديريت هذيك لا بيب تاع الماء باش ينحيها، لازم قال لي لازم يتنحى هذاك. كي نحاها المهم خدمها رجع كلش، نوضنا السياره ناضت وشنو شعل لي هذا الانجيكسيو اكونترولي، ما فهمتش من مش. ارجو تفيدني عمي مختار وبارك الله فيك على المجهودات الجبارة اللي تقدمها، وربي يجازيك ويعطيك كل خير ان شاء الله كما راك تشوف الصورة. ساعات يروح ساعات يعاود يولي، يعطيك الصحة عمي مختار بارك الله فيك. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو المشكل اللي صار لك ممكن ما يكونش ليها علاقة بالخدمة اللي انت خدمتها او خدمها الميكانيكي، ما تكونش عندها علاقة احيانا، واحيانا تكون عندها علاقة. علاش احيانا تكون عندها علاقة احيانا لا؟ لان الانجكسيون كونترولي هو فما مشكلة في واحد من الانجكسيرات او كلهم او اثنين او ثلاثة، يعني عموما هي مشكلة في الانجكسيرات في البخاخات. يا اما اثناء تركيب التيب هذاك اللي نفكه وركبه فما وسخ دخل وقعد ومشى الانجكتور، يا اما بالصدفه عندك الانجكتورات تعبين بالصدفه، يعني صارت العمليه هذه يعني جات مع بعضها. العمليه هذه كيفاش تفهمها؟ تفهمها الا بالديغنوستيك، لازم تمشي تعمل ديغنوستيك، تعمل سكانير ويشوف لك انا منهم الكعبه اللي هي عامله المشكل، يحدد لك منهم انا منهم المشكله وين بالضبط. واحيانا راهو تعمل يفاسي ممار تنحى كل شيء، راه مش مشكليه. في حاله بقاء المشكل كما هو تصب لها كترتمون غازوال هذاك في الريزرفوار حتى على 10 لترات ولا 15 لتره وتمشي بها، فماش ما ينضاف لان الوسخ اللي توجد او المشكل اللي توجد يعني هو في واحد من البخاخات او في كل. إذا كان ما تنحاش مرة واحدة وقتها لازمك على الأقل وقتها لازمك تشوف البخاخ أنا ومن اللي فيه المشكلة وصلها، وممكن مع الوقت توي الوسخة هذه اللي موجودة كان فما وساخ موجودة تخرج، ما عادي ما فيش مشكلة. أنا عندي سيارتي ديما تكتب لي، عندي ميغان ديما تكتب لي، ما من ما نتقلقش منها، يعني المهم تخدم الديماري لاباس ما فهم شيء ما نتقلقش منها لين الانجكتور يولي ما عادش فيه، على الأقل وقتها نبدل هذه اللي يصير معي. ان شاء الله تنفعكم حركة ميكا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ديزل كله يعني ممتاز. هذا باش نعمل العمليه باش نجيبوا له، باش نوريكم يعني كيش سبيري المحرك العمليه المازوت. نجيبوا هذا نحلوه تنجم تحلو حتى بالغطار، يعني تعال تحط يعني من غير ما تعمل عمليه هيك تحط الغطار هيك مقلوب ينجم يتحل، هو الغطاء مقلوب. نصبوا هذايا في حاجة يعني تكون واضحة وترونسبارون، يعني تشوف منها المادة هذه اللي تصبها
هي مادة نوع خاص من من الغاز يخدموه. هذه هي المادة، هي ظاهرة. نشرو التي وخرطوم يعني من حتى من ال من الكنكري أو اللي يبيع الحاجات نتاع نتاع الدهن، ولا حطوا في البوزات هذه، حطوها على جنب هنا باش باش ما يتبزعناش. ونجيو العمل هذه، هو انا تو خديت خرطوم هذا رقم 6، هو لو كان خديت انا رقم 7 كان افضل، لان هذا ضيق شويه، باش نحاول نوسعه شويه باش نحطه في مكان لازم يدخل منه الماده هذه. حطوها في مكانها هنا، فيها شيء سهل عملي يعني وسعت فيه، وهذا رقم 6 باهي خير يعني كتوسع فيه يولي هو نفسه يعني يولي يمشي. هذه هي الخرطوم، هذه زي ما تو هي الطرمبة تسبيري، نشوفوه نشوفوه المادة كيس تسبيري، تاخذها تحطها للمحرك. تو باش نشغلوا المحرك. شوفوا المادة كيف قاعد تنقص، كيف تطير فيها الواحدة، هي نفشوا لها شوية، هاي تطيراتها كلها، وقبل ما تكملها كامل باش تدخل لنا شهوة، لازم نسكتوا المحرك. خذيتها كامل، ما خلت فيه شيء، وتشوف فيها فارغة. يعني هنا يعني انا عملت العمليه هذه خاطر باش الواحده ما تتكبش ما تبزعليش، اما نجم الواحد يعملها حتى من غير غطاء، هذا عمليه ما هي شيء سهله. هاي الماده هاي مازال اثار منها، هاي شوف فيها الاثار مازال نازله في ال تو بنحاولوا نحوا الخرطوم هذا اللي عملناه او التيو، خلي يكمل يفرغ في الترومبه، خاطر ممكن تصبها انت حتى في الريزرفوار او في الخزان نتاع النفط يعني نتاع الديزل، لكن تاخذ وقت باش تجي لهنا للانجكتريات وللمحرك، وباش تتنظف الانجكتريات وباش تنظف الترومبه وباش تنظف الرومب نتاع الترومبه اللي هي هذه الرومب نتاع الترومبه يسموها رومب، تنظف الجعب يعني السيركوي كله تنظفه. هاي فيها مازالت فيها شويه ماده، نستنوها تنزل، ومن بعد نلاحظوا كيفاش المحرك تغير صوته، وكيفاش يعني ولد حتى في الديماراج تولي سهلة، في الديماراج ما فيهاش صعوبة. إذا كان بقى فيه شوية ننفخوا فيه بفمنا، نحاولوا باش ما نخسروش هيك شوية برودوي. توا البرودوي كله كامل نزل، ما عاد فيه شيء. نلموا الخرطوم تاعنا، حطوه على جنب. ونجيبوا هذا اللي رجعناه اللي نحيناه، هو نحيناه قلت لك يعني سهل، نحى بالصفر كسهل، ننزل بالصفر نحى ندخلها هكا في مكانها، تسمع كلمة تك، ما فيش حتى صعوبة. كان نحب نزيدوها شوي هنا مازوت بالبومب باش ما تخلى لنا شهوة، باهي ما كانش حتى كان خدت هواء تو الديماري هي وتعاود تاخذ. تو باش نخدموها تو اللي تاخذ البرودوي بكدا وتنظف، ومن بعد تو نعاودوا نخدموا ونشوفوا صوت المحرك ايش يتغير، ونشوفوا شنو اللي حسن عندنا. شويه هي يعني تو العمليه اللي هي عملتها ما حبتش الديماري بسرعه، لان
المزود فيها هو لو كان حبيت نديماري بسرعه راني نحيت لها شويه هواء يعني بامبيت بالطرمبه شوي راني نحيت لها تو شوي تو البرودوي دخل في وسط الانجكتير ودخل في وسط الرامب نتاع الانجكتير ودخل في وسط البومب نخلوهم هين حتى 5 أو 10 دقائق يعني لانه هو اسمه انتيكا كير او يعني تريتمون او يعني يعمل عمليه نتاع تنظيف كل اي ماده نتاع تنظيف يعني. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.